انت محاط في محبة الناس، الفانس في الكواليس. عارف انت الحظ بعينه، كان وشك حلو علي. معجبة عمرو دياب الغامضة حصريا في اي تي بالعرب. اللي تفسد الحياة صالحة عمرو دياب. انت محاط في محبة الناس، الفانس في الكواليس، الجمهور امامك، بتقول ايه عن هذه المحبة اللي انت لست بعيد عنها اليوم؟ يا رب بس بكون عند حسن ظنهم، بس ده اللي اقدر اقوله. المشهد ده وبالرغم لانه ما تعداش ثواني، بس كان اكتر لقطة عملت جدل وتداولها المتابعين على السوشيال ميديا بعد لقاء عمرو دياب الحصري مع اي تي بالعرب. فتخيلوا ان الناس انشغلوا باللقطة دي من لقاء مدته حوالي 3 دقايق مع عمرو دياب اللي نادرا ما بيعمل لقاء صحفي، واتكلم فيه عن حفلته في اكسبو والبومه الجديد. ده غير ان اللقطة دي معناها اتغير قوي لما اتعمل لها فريز. فنظرة عمرو جت في سياق سؤال عن حب الجمهور ليه ومحاوطته ليه في كل مكان. ده غير ان صعب قوي عمرو ما يلاحظش البنت دي اللي من اول ما شافته وهي بتلف حواليه وبتحاول تاخد سيلفي معاه، بالرغم انه كان بيعمل لقاء مع اي تي بالعربي. فنجحت البنت الغامضة دي وتبقى ترند ومحور التقرير، وعلى قد ما حصل ردود فعل وكوميكس قرر اي تي بالعربي يدور عنها، وجالنا اتصال من البنت وتوجهنا لبيتها. وحاجة طبيعية ان يكون في صور لعمرو دياب وخصوصا صورتها الشهيرة، والنهاردة هنعرفكم على أميرة أبو ربيع أشهر معجبة بعمرو دياب. شو رأيكم بالصورة اللي صارت ترند؟ أنا الفتاة الخفية في الإكسبو 2020. والفتاة الخفية دي كانت حديث الكل، وحاولوا ناس كتير يعرفوا هي مين ومن فين. أنا تونسية الجنسية، واضح من اللهجة، اسمي أميرة، فان سوبر فان بعمرو دياب، مقيمة هون في دبي وأشتغل، وبس كنت مع الفانزات الصراحة، يعني ما كنت يعني متوقع اللي الترند اللي راح يصير، وبعدين صارت الموضوع وكان كثير كثير حلو يعني. والمفاجأة إن الموضوع حصل بالصدفة، ولقيت نفسها باكستيج وبتلاحق عمرو عشان تاخد سيلفي مع النجم اللي كانت دايما بتحلم تقابله. أنا والله كنت داخلة مع أصحابي مع الفانز حتى يتصوروا، فتصوروا شوية وبعدين دخلت أنت تعمل معه في اللقاء، فما لحقت أخذ معه سيلفي، فحاولت يعني كان كل همي أني أخذ سيلفي مع عمرو دياب، فما كنت عارفة أنه أنا في الباكراوند تبع الكاميرا تبع اللقاء معك. بس كنت ظاهرة بشكل واضح يا أميرة، وسبت تساؤلات كتيرة عند المتابعين اللي قالوا هي مين القمر اللي بصلها دي بقى. ومع أن بصت عمرو دياب متجاوزتش الثانية، بس أميرة ما شالتش عينها من عليه. والله النظرة كانت صادقة، يعني أنه تبع إنسان، يعني تعكس إنسان شاف حلم وجها لوجه إذا صح التعبير، يعني شايفة فناني المفضل وجها لوجه قريب لي، فكنت سرحانة يعني أنه كيف هو قدامي وكيف يحكي، فما كنت عارفة أبداً أني طالعة في اللقاء. هي النظرة فعلاً كانت متبادلة بيني وبين عمرو دياب، لكن هي كانت فراكسيون دو سيكوند للأمانة، يعني ما كانت طويلة كثير، بس أنا طول الوقت كنت أطلع فيه بنفس النظرة، لكن هو التفت وبعدين رجع كمل اللقاء معك. وما بين الكتار اللي تغزلوا فيها وبين اللي مزحوا عن إعجاب عمرو دياب، البعض قال لعمرو بص يا ريس دي تطلع معاك في كليب، واعتبروا ان نظرة واحدة من عمرو دياب فتحت قدامها أبواب وفرص جديدة. أنا كان عندي تجربة في هالمجال لما طلعت ملك جمال جامعات تونس من 10 سنوات، وعملت بعض الإعلانات وحبوا يدخلوني مجال التمثيل، لكن ما كنتش مركزة في هالمجال، يعني كنت مركزة على تعليمي وعلى أني أتطور أكاديميا، لكن تو لو تجيني الفرصة طبعا ما نرفضهاش. وبعيدا عن الجدل، فواضح أن عمرو دياب هو الأيدل بالنسبة لأميرة والفنان رقم واحد في حياتها. مش ليا بس الكثير من محبينه هو عمرنا كله، يعني كل مراحلنا العمرية فيها عمرو دياب، يعني ومع احترامي للناس والأسامي يعني ما أسمع غيره أنا، يعني أنا أتلقى في السيارة في البيت في كل مكان عمرو دياب، يعني هو اللي تفسد الحياة يصلحه عمرو دياب. يعني إذا عاوزين نوصف الموقف اللي حصل معاها ده بأغنية من أغانيه، فأكيد هتكون أغنية أنت الحظ. عارف أنت الحظ بعينه. فعلا هي أغنية أنت الحظ، من أول ما سمعتها يعني بحكي لصاحباتي قلت لهم مين وصل لي يقول كلمة أنت الحظ في أغنية، يعني في كلمة كثير قوية، يعني قالها بس عمرو دياب، يعني قد ما نسمع كلمات الأغاني وكذا عمر ما سمعنا أنت الحظ، كلمة جدا حلوة وعجبتني الأغنية، خفيفة وريتمها كثير حلو، وكانت صراحة أحسها هي اللي تعبر على المشهد اللي صار والترند اللي صار، يعني هي الأغنية اللي تمثل هالمشهد أو تعبر عنه.